فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت في الدعاء، فيه ارتخاء في الطلب، وفيه شيء من عدم الاهتمام بالأمر، كأنه يقول إن شئت ارحم وإن شئت لا ترحم، أو إن شئت اغفر وإن شئت لا تغفر، فهذا فيه ارتخاء وعدم عزم. ولهذا قال فليعزم، لأن قوله إن شئت فيه عدم عزم أو ضعف في العزم والطلب، وكأن الأمر عنده سيان، اللهم اغفر لي إن شئت، أي وإن شئت لا تغفر. ولهذا جاء النهي عن هذه اللفظة، حتى وإن لم يقصد الإنسان حقيقة الخطأ التي تدل عليه أمثال هذه الكلمات. وهذا من كمال الشريعة في صيانة الألفاظ، صيانة الألفاظ في باب الذكر وفي باب الدعاء وفي جميع أبواب الدين. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت،